مرحبا، كيفكم؟ يا ربي دائما تكونوا بألف خير. أكلتنا اليوم هي كباب سفر جليل، أكلة كتير طيبة ولذيذة، وإن شاء الله كمان طريقتنا لعجابكم. ويلا خلينا نشوف المكونات مع بعض. هلا مكونات الكبة بالبرغل، طبعا برغل الناعم، عنا 1.5 كيلو برغل ناعم، وربع كيلو لحمة حمراء، يعني ما بصير يكون فيها دهنة أبدا. هلا راح نضيف ملعقتين طعام دبس بندورة أو معجون الطماطم، نص ملعقة طعام كمون، وملعقة أو نص طعام ملح. وهلا بنضيف كوبين من المي بالبداية حسب حاجة البرغل، هذا مشان النقع. بنحركهم كتير كويس. هلا بين معي البرغل بحاجة كمان لمي، بضيف كوب ثالث وبحرك. وهلا بنتركه ينتقع شي نص ساعة على طرف. وهلا راح نضيف 3 بصلات صغار او بصلتين متوسطات الحجم، بنقطعهم وبنضيف نص ملعقة طعام فلفل اسود مطحون. وهلا بنبلش بنطحن البرغل بالماكينة الكبة، وبنضيف شوية مي كل شوي. هلا اول مره بالمصفاية الخشنة بنطحن مرتين، هلا خلصنا المرتين، هلا بالمصفاية الناعمة بنديرها اخر مره. وهلا بعد ما خلصنا عندي كوب ونص طحين راح نضيفه للبرغل اللي طحناه. وراح تشوفوا المكونات والمقادير والتوابل وكل شيء بأسفل الفيديو مكتوبين بصندوق الوصف. وراح نضيف طبعا شوية مي، شي نص كوب مي، لأن ضفنا الطحين والطحين بيحتاج شوية مي، وبندعك كتير كويس ليندمج الطحين مع البرغل بشكل كتير كويس وينعم. وهلا بنقطع العجينة لقطع صغيرة، بعدين بنعملهم كرات، بنبلل ايدنا بالمي كل شوي شي خفيف، وهيك بنكمل كل البرغل بنسوي كرات. وهلا انا غليت كمية من المي بطنجرة واسعة تكون، وبضيف ملعقة طعام ملح عشان اسلق فيهم الكبة يلي سويتها. بنحط كمية كبة شي يصل لنص المي بس، ما بنكتر. رح نسلق على دفعات طبعا. وبننتظر. وهلا كيف بدنا نعرفهم انه انسلقوا؟ بيطوفوا لفوق،
عم ببدأ له تحت بتوفوا الكل لفوق المي. هلا خلاص انسلقوه، بنصفيهم وبنشيلهم على طرف، وهيك بنكمل كل الدفعات. هلا المقادير اللي انا عملتها، الطبخه بتكفي لعشر اشخاص، فيكن تقللوا. هلا رح نبدا بطبخ السفرجليه. عندي 2 كيلو سفرجة مقطع، و2 كيلو لحمه قطع كبيره او صغيره براحتكم. وعنا هلا رح نسلق اللحمه. طبعا هلا كالعاده بنضيف المعطرات براحتكم، الشيء المتوفر. حطيت كم ورقه غار وليمونه مجففه، كم حب هيل، وكم حبه من البهار الخشن. راح اسلق بطنجره البخار. انسلقت اللحمه، راح اضيف مي مغليه، مي شي يكفي لاني راح اضيف السفرجل كمان. هلا راح اضيف كوب دبس البندورة او معجون الطماطم، وثلاث ملاعق طعام نعناع اخضر يابس، وراح اضيف ملعقتين طعام ثوم مطحون، ونص ملعقة طعام بهارات مشكلة بس ما نسيت أصور. وعندي ملعقة طعام ملح، وراح أضيف كوب ونص دبس رمان. وهلا بس غلي المزيج راح اضيف سفرجل. وبتركن ينسلقوا مع بعض ليطرى السفرجل ولا تتعقد المي كمان. هلا هيك كله صار جاهز، ريحته كتير كتير طيبة وأكلة كتير شهية بجد. جربوها كتير كتير طيبة. هلا جهزت السفرجلية والكبة كمان. هلا بتتاكل بهالطريقة. بنحط بصحننا شوية سفرجلية وبنضيف كرات الكبة اللي سويناها، وإن شاء الله ألف صحة وهنا يا رب. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا كتير كتير للمتابعة، وإلى اللقاء مع كل جديدة، وباي باي.